أختي الله يبارك، اسمعي مني، خلينا نقوم السهر. حبيبي صارت الساعة 12. لك شو على بالك؟ الساعة 12 سيارتها تحت منا، شغلتنا نص ساعة منكون بالمحل. نص ساعة؟ والحواجز يلي على الطريق، قابلنا أكثر من ساعة لنوصل. لك هلا الدنيا مسا، ما في داعش أو لا في حدا. ما بدي. ما بديك. شو حردت؟ خلص بيبي خلص، لا تزعل بكرة بنطلع. أكيد بكرة؟ إيه طبعاً يا عمي. لو بتقبشي قلبي أنا من إيدك هي لإيدك هي. يعني احجزها بكرة؟ إيه. وهي التليفون وها. مرحبا أبو عدلي. يا أهلي أنا أبو خالد. يخلي لي عينك، بدي محلين لبكرة. حاكم عندك على طول عجقة. منو لطفك، شكرا. مشي. حبيبي. نعم. أنا رح أقوم ألبس. بالله مشاني بدك تقومي تسهلي. إن شاء الله بتقبشي قلبي يا رب. لك طبعا يا حبيبي من شانك، طبعا يا عمري، لك أنا ما بيهون علي زعلك ولو. إن شاء الله بتقبشي قلبي يا رب. حبيبي. نعم. يعني شو صار مشان الايفون الجديد اللي وعدتني فيه؟ لك على راسي، ايفونك على راسي، بكره. طيب، انا قايمة قلبي. قومي روحي. شوفي. لا تخافي ماما، لا تخافي. ماما شو عاني؟ أمي بس بدي أفهم ليش عم تصاوب بحالك هيك؟ بس لحتى يجي، لك ليجي. تعال تعال تقف لعين. تعال.